شكرا لكم مع أشرف حكيمي. أشرف ميلوثياس تنيموس كونفيانس ان دي جروب لابابو هذه المجموعه سوف نربح هذه المباراه ونحقق شيئا جميلا مساء الخير. كما قلت هذه المجموعة هي مجموعة رائعة، خلقنا جو عائلي، فالكل سعداء بتحقيق هذا الهدف، فاللاعبون خلقنا مجموعة منسجمة ونحن نمشي في نفس الطريق. بيننا عبرنا عن ذلك في مقابلة الفتيات، هل يمكن أن نحلم بشيء أكبر؟ نحلم بهذا الآن، قد كتبنا التاريخ منذ عند سنوات لم نمر إلى تمون. نريد أن نغير العقليات، عقلية المغرب والعالم العربي. كما قال المدرب نحن نجد سعداء بهذا الإنجاز، نستفيد ونتمتع بهذه الرسالة باللغة العربية. يشكر المغاربة ومشجعين كملوا معنا ويفرحوا كاملين المغاربة. شكرا.